<متحدث> علاش دائما احبابي المغاربه كتسمعوني كنتكلم على صيغه المتعه ما معنى صيغه المتعه وعلاش قلت لكم الغايه ديال الرغبه راها في الطاعه وحاولوا دابا نفكروا مع بعضياتنا علاش كنقول لكم الغايه ديال الرغبه في الطاعه ما علاقه الرغبه والطاعه حاولو نفكرو بمعنى انه ثقافة العولمة وثقافة الجاهلية راه ماشي عاد جديد ثقافة الجاهلية وثقافة العولمة تلاقاو في انه الرغبة متصلة بالمتعة الا عند هذه دي المدرسة ديال التحليل البنيوي بعد ما هزات اوروبا الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية ودخلوا على الخط واحد العدد من المفكرين والفلاسفه ما يعرفوا شنو اللي وصل الإنسانية هذاك التدهور واحد الفيلسوف فيلسوفه يهوديه كتدرس في هارفارد كدير في الندوات ديالها كتقول بانه النازيه زولوا معنى لكل شيء كيشدوا السجين بالخصوص اليهودي ولكن راه كانوا سجناء حتى من جنسيات اخرى تياكل العصا بدون سبب باش يعطيو له معنى بانه راه ماشي حيت درتي شي حاجه كتعاقب انت تخلقتي باش تعاقب انت تخلقتي باش تاكل العصا فكانوا كيجيو كيديروا دورات ديال العصا وبداو سلخو بدون سبب سجين شاد بلاصتو ما تيدير صداع ما والو كيجيو يخرجوه من وسط من وسط كرانو سلخس 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 رجعو ثم تيخدمو الانسان بدون وقت ماشي عندك واحد الوقيته وتي تستراح آه تخدم 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 حتى كيطيح تم عاوتاني غدا يجيبو يخدم يخدم, 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 يخدم معنيتها بانه علاقة الانسان بالعمل وبالراحة باش يعطي مردودية في العالم العمل لغاو هاد المعنى فقالت في انه النازيه اشتغلوا على لو نونسونس وهنا درسات العبقري جاك ما كانتش غتقول لو نونسونس كانت غتقول لو كو من حقها تقول كلامها راه ماشي كنقول لها خصها تمشي تدرسو لانه هو حق منها لا عيت ملي كتلقى واحد المعنى اقرب من الواقع اقرب من الحقيقه من اخر كتختلف مع الاخر في الراي هي قالت بان النازيه كانوا كي يبدعوا في خلق لو نونسونس لا معنى وهي النازيه كانوا كي يبدعوا في لا ديستركتوراسيون في نزع البنيه البنيه راه بحال واحد واحد الخيط ديال القطيب كيعرفوا العيالات هذاك القطيب ديال الصوف كيدير واحد الضفره وتتعرف المراه تشد الخيط من واحد البلاصه وتحل تيتسرب تريكو شتي ملي كانت كتضفر هي بالقطبان وتدوز خيط فوق خيط وتدير عقده وجايه كتصيب تريكو هذيك راه هي البنيه ولكن راه في رخص خص الخيوط كاملين يساليو في العقده ويتعقدوا وتتكوى كاع هذيك العقده علاش لمشات مشات هذيك العقده وبدا الانسان كيسرب خيط خيط بخيط تريكو كله يولي خيط كله القران تيقول عليها تلك المراه والتي نقضت غزلها بمعنى ان هاد العلاقه ما بين الرغبه والطاعه ما بين هاد السيده اللي أصبحت فاقده الرغبه وماشي من سبب قصور في الرغبه من حيث لونتروبي دو دي ديزير وحاولت تقلب وتعرف علاش عندها لونتروبي ديزير يعني الرغبه عندها واحد الطاقه وهاد الطاقه كتشحن في النفس كاين اللي عنده بحال الثقب بحال واحد السطل مثقوب كيعمر السطل ديالو بالماء وتيبقى هذاك السطل كيخوي 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 هو عند بعد راه عامر له السطل ملي كيجي يقلب تيلقاو كح هذا هو لونتروبي بحال شي واحد شارج البطاريه ديال الهاتف ديالو طلعوا له اربعه الشراطي كيشوف البطاريه ديال التليفون تشارجات كيهز التليفون تيركب في الطوموبيل تي بغي يعيط لاهلو كيديماري كيزيد واحد شويه كتجيه مكالمه تيتلفت كيبان له الشرطه وحده وشويه بدا كيكلينيو طيب الاحمر غيطفا وهي اللي ده دابا كنضرب مع الشرطات معنيتها ان ديك البطاريه ما كتحافظش على الشارج هذا هو الانتروبي الكولابس هي الرغبه عندها علاقه بنوعيه الرغبه رغبه لا ترضى هادو كلهم بتلاته تيعرفوا المعالجين تيعرفوا الاختصاصيين يعدلوهم طبيعه الحال على حسب تخصصهم الانتروبي لو <applause> كولابس اي هاد السيده ما مشاتش قلبات في لونتروبي ولا في الكولابس ولا في ليفاليسونس ما مشاتش قلبات جعلات الوضعيه تبقى قائمه هكاك وصبح واحد النوع من الرجال اللي باغيين يتحبوا من عيالاتهم بحال اللي الدري باغي يتحب من امه وهذا خطأ اذا كان الدري كيطالب مو بالحب في كرشها واذا انت جيتي كطالبها بالحب راه غير باب الصفة الشرعيه اللي عندك في عقد الزواج راه ما عندكش انت أي شي حاجه اخرى كتربطك ليها راه اللي رابطك ليها هو بعد ثقافي بمعنى اذا ما كانش بيناتهم مبدا وما هو ارفع من المبدا اللي هو روح المبدا نوضح لكم باش ندير القفله حول الجمله اللي سميت علاقة وغاية الرغبه بالطاعه في انه في عالم الجاهليه وفي عالم العولمه تحسرات الرغبه بالمتعه هذا هو اللي كيلقاو في الفكر الاسلامي الذي دينه هواه بمعنى جاتني جاني الهوى عليك انا معك ما جانيش الهوى عليك انا ما معكش هنا كنت تفهموا بانني كنتكلم على الاكراه ما خش المراه تدخل في علاقه ديال تكره نفسها وهي كارهه لزوجها على فعل اي شيء راه ما كندويش على هذا راه تندوي على ان عندنا قدرة سميتها الخيال وهاد القدرة اللي سميتها الخيال فيها واحد الطيار باطني قدو قدس سميتو والفونتاس ما عنده قدرة هائلة يشقلبك يسكرك يقنويك يخرج منك الرغبات العجيبة والهائلة والغريبة بشكل سحري بمعنى يا إما غتجيلو وانت شارب الشراب وانت محشش وانت فاسق وانت فاجر وغيرتك يا اما تجيلو وانت من العارفين وما انتش فاسق وما انتش فاجر وما انتش شارب الشراب وباش تجيلو لهذا التيار الباطني اللي في الرغبه اللي سميتو الفونتاس خاصك تخرج من نفسك لان شنو قلنا كاين ثلاثه ديال الابعاد اللي خصهم الهيكله بعد ما بين المرء وحاجته او شيء في الاخر يشده اليه خصو يشوف المسافة بعد ما بين المرء وصورته النرجسية يشد بها نفسه وخصو يعبر المسافة وشيء ما بين المرء وعلاقته مع الاخر من حيث ان صورة الاخر يشد بها المرء الانا وخصو يعبر المسافة يا اما اعتدال يا اما التصاق قرب شديد يا اما ابتعاد شاهق وهنا ما يا اما خصو يقوم بعمليه تحليل نفسي بنيوي والفطاحله في العالم ما بقاوش الا القليل جدا يا اما يجي الفكر الاسلامي ويعرف بان المساله في المبدا ماشي في هواه وفي خضوع المبدا ماشي الهواه سنأكد ما كان عينيش بأنها خصها تأتي كرها بمعنى خصها تصير صياغة وغنعطيكم المعنى إذا مشينا التحريم في الإسلام الإسلام كي يحرم علينا أكل الخنزير يحرم علينا أكل لحم الميته ولكن إذا تصاب الانسان في مخمصه معنيتها غيموت غي بالجوع فها هو المبدا غيتحل غي وغير قال روح المبدا اللي هو صيانه الحياه وتيأذن الإسلام الاسلام نأكل الخنزير وناكلوا لحم الميته في المخمصه بليكم اذا هاد السيده هادي وعايشه مع راجل وهي جيعانه من واحد النوع ومجوعه واحد السيد من واحد النوع وما هو ما هي تزني وما هو تيزني لانه تخافوا من الحرام وفي حلالهم وما ساغوش متعه لماذا لان واحد فيهم كيحتكم الهواه ولا مشى حتى خضع للمبدا اللي هو ما عندك لين على هاد السيده لالا ما طلقتي منه طلقي صراحه لان دابا صبحوا واحد الرجال خص العيالات هما يطلقوهم ما بقاوش الرجال اللي كيطلق راسو اللي كيشوفها نافره 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 كنتي حامله ولا قلنا الحمل ودابا قلنا الرضاعه ودابا قلنا الفطيم ودابا الدري كبر السنان ودابا الدري راه ولا او ولا قدك شو قداش عنده اللحيه والسيد كيقول لك الحمد لله صابرين ما صابر والو الحاج وطافي ومفضي وقلبك بارد ووالو صافي واحد الدراسه دارها واحد دارها حديقه الحيوان في امريكا جابو ذلك الفهد السريع لو جاب واحد الانثى وجابو واحد الذكر دخلوهم القفص كي ي... يتزاوجوا والذكر عيامي ما يتحلون على الانثى وما خلاتوش يقرب له ووالو ها الشهر الاول ها الشهر الثاني هذاك الذكر تاع حتى عندهم قال لهم لي الحلال هذاك البيولوجيست اللي مقابل هذاك حديقة الحيوان في امريكا ويتصل بواحد أفريقي قال له دير عندنا واحد الكوبل ديال الجيبار كده و... قال له لا راه خص خص خصكم تطلقوها في واحد المسافه بعيده وتجري ويتبعها ويعضها ويقمشها ويتعابز وياها عاد كتسخن ما قال له سدين عليهم قال لهم شي مشاش مش هذوك راه ما غيديروا لكم والو فهزوهم في واحد الكمية وداهم واحد الخلا مخلي وطلقوهم وهي تجري هو تابعها وسبق ما تسبق والنشاط والكي كتقول له شدني ولد عمي وتقول انا قرب نشدك لا غدا دا و يقضيو الشغل هادو ها ديال الجيبار عندهم قانون كيفاش يرغبوا بعضياتهم واحسن عوالكم الليلياتي ولا تلقى لأ تلقى واحد لأ رجال ولا تلقاهم مع ولادو هما يقولوا لها ماما ويقول لها تانا لاباس ماما جيتي تانا ماما حبيبة بوسينا تانا انك انك طلع تركب طلع اذا الى الى نفروشي لا عيالات راه ما غير ما غنلموهمش لابو اعدها سبع. والدها معاه وجي واحد السبع صح منه شافو السبع ديالو هو يهرب وتتقلب على السبع ديالو تمشي عند تقول يا ويلي ويلي سحب لك بصح شاد غابة عابل لك السبع تعلق كتقلب بمعنى واحد المسألة فيها الاستثمار العاطفي شنو هو اللي غيجعل الاستثمار العاطفي يبقى دائما موقد هو انها كتعلم هي في انه يقدر يمشي شتي الا ولات متاكده بانه عمره ما يمشي عمره ما يحيد هي متاكده بان ولدها ما عمره ما يمشي لأنه ولدها متاكده بنتها عمرها ما تمشي لبنتها راجلها شنو جامعها معاه المبدا المبدا شنو هو هو عقد نكاح كيتحل كي الدري يمكن يحل عقد سميتو امه شغيمشي يقطع الحرمه دنيا وقطع الخلايا ديال لرفق اما حق الزواج كيتحل وخصها دائما تبقى عارفه انه كيتحل ما خصكش دير لها الشونطاج تقول لها وانا سي معايا ولا نحل النكاح الا درتي راك ما فهمتي والو الحميم الف ما فهمتي والو جبتك السي سميه الحميم الف راء غا عند وجه هذا الحمير هو هذاك العكر اللي كيديروا في وجه هذيك <applause> الحمير <جدل> تحياتي لحبابي وجده ناس تواقع في شرب القهوه في القراية إذن من كتحتكموا المتعة وما المتعة ومشات المتعة اعرفوا راكم رجعتوا المسألة لنفوسكم ميت <applause>